إخواني، أولا متى تجب سجدة السهو؟ متى تجب سجدة السهو؟ الجواب، سجدة السهو من اسمها كلمة سهو. سهو يعني إيش؟ يعني صار غلط، صار عندك خطأ، سهيت واخطأت بالصلاة، قمت ما لازم تقوم، قمت بعدين تذكرت وقعدت وشهدت، أو مثلا سويت سجدة زايدة، أو قلت كلمة زايدة، أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى سهوا. سهوا يعني وقع شيء غلط. الصلاة ما تبطل، الصلاة ما تبطل، وإنما تسجد سجدتين بعد ما تكمل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ما تكمل تقول الله أكبر، تنزل على التربة تسجد، تقول بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقعد تنزل على التربة بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقعد وتقرأ شنو؟ التشهد، الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله.